كنت بيت من يوم الثلاثاء، واليوم شو اسمه نزلت على القسم أغسل وأجت النتيجة وأنا في القسم هون الحمد لله وناجحة. شو اسمه كنت اروح على المدرسة ايام الغسيل ثلاث حصص بس، يعني سبت اثنين اربعة كنت اجي اغسل هون في مستشفى النجاح. هي يعني المنيح فيها انا عندها طاقة ايجابية بدها تستمر في حياتها بشكل طبيعي. بلاس قناة فلسطين الرقمية.